السلام عليكم. الحقيقة شدني قصة راعي الصيد، فأنا أعرف قصة واقعية جدا، يعني قصة وقعت للوالد الله يرحمه بسبب الصيد وبسبب الواحد أنه ما ياخذ احتياطه بسلاح، لأن السلاح يعتبر عدو للشخص إذا ما استخدمته صح وممكن أنه يهلكك. فالوالد الله يرحمه كان من الناس المشهورين بالصيد، يحب الصيد من يوم صغره. فطلع أحد الأيام لدور الصيد وكان معه أخوي لي صغير، لأنه رجال كبير ما يشوفه يعني زين، فأخذ أخوي الصغير عشان يطلع على الطيور، يعني بالشجر وبالأتل وبها. فالمهم انهم صادوا كم طير، وبعد ما صادوا تعرف الواحد اللي صاد بعد ساعة وساعة ونص يستريح عشان يفطرون وبعدين يواصلون المشوار اللي هو مشوار بحث عن الصيد. فتوقفوا بظلال الشجرة كذا، وبعدين نزل السلاح اللي معه، كانت برود نص يسمونها نص، نزلها وحطها ركاها على الرفرف. شوف اللي قدره، شوف اذا جاك يوم هيك ولو شو نزلها من السيارة، يعني شوف نزلها من السيارة لانه مكتوب انه القدر جاء، فنزلها من السيارة وركاها على الرفرف من برا السيارة. وطبعا نزل فطور ومقاوتهم وذا قاعد بيفطرون. طبعا كان في شوي ريح، يعني رياح شوي او هواء كذا، فزحلقت البارود من على الرفرف السيارة وطاح في الأرض وانكسر اللي هو التيماتيك، يسمونه التيماتيك البارود اللي يحمي البارود إنما يعني تور أو تطلق الطلقة. فبعد ما انكسر التيماتيك جاء الوالد الله يرحمه يغفر له وطلع شوي بنزين من السيارة كذا وقعد ينظفها، لأنه تعرف لما طاحت بالرمل انت دخلها رمل، فقعد ينظفها ويزينها وتكتكها تجهيزا بعد الفطور انهم يواصلون مشوار الصيد. فبعد ما خلصوا الفطور وجهز البارود ركبوا بالسيارة، حطها بالنص بينه وبين الولد، النص بين المرتبة هذه وبين المرتبة هذه. طبعا بين المرتبة هذه وبين المرتبة هذه كان الوالد الله يرحمه حاطن حبل بين المرتبتين، يعني رابط الحبل، ما ادري عاد وش قصة الحبل هذا اللي كان رابطه بين المرتبتين. فحط البارود، طبعا البارود صارت بالنص، يعني بنص الحبل الان. فهم يمشون يعني البحث عن الصيد، قالوا الوالد اصبر يا ابوه ترى هذه مريه واقعه بحد الاثل. فالوالد قال ويني، قال هذه وش. المهم طلع عليها الوالد وشافها، طيب يطلع البرود بيرمي من عند الولد لانه صار بجهه الولد، هو يعني الان الاثل على يده اليمين جهه الولد. فطلع البرود على انه بيلفه يطلعه مع دريشته الثانيه او شباكه الثانيه اللي بجهه الولد عشان يرمي المريه. فسحب طبعا البرود الان به رصاص والتماتيك حقه خربان انكسر، فسحبته للبرود، يعني الواحد اللي صار بالبرود يضيع طاسته يصير زي المجنون، ما يضيع طاسته زي المجنون، يسأل وراينا الصيد بالموضوع هذا. فسحبته للبرود، النتوش حق البرود او اللي يطلق النار مسك بالحبل، فمع سحبته وصلت إلى رأسه تقريبا، فهو نسى أنه ما باتماتيك وبدأ مسك الحبل، فبدأ يجره، ما أدري وش اللي مسك البارود، ما أدري أنه نسى أنه ما باتماتيك، فبدأ يجره، جره بقوة علشان ما تطير المريح يحاول يلحق عليها، فما جرته قوة ثارت البارود برأسه الله يرحمه ويغفر له. ترى هذه قصة حقيقية واقعة، يعني وقعت للوالد الله يرحمه، توفى بسبب اللي هو البرود بسبب البحث عن الصيد. فكثير من حبيت اقول القصة هذه بعد ما قال احد الاخوان القصة السابقة عن الصيد وما حصل له، فانا حبيت اقول قصتي للعبرة، لان هذه واقعية وانا وقعت، يعني شاهدنا الموضوع بنفسنا انه هذا اللي حصل، يعني
فطبعا إثارة البرود يعني مع ضربة رأس الوالد، طبعا بعد ما ضربت رأس الوالد تعتبر طلقة مميتة. فبدت الولد صغير يعني ما هو يعني كبير، عمره يمكن نقول 7 سنين أو 8 سنين تقريبا. فالولد خاف يعني، بدأت السيارة تنزل يعني، هم كانوا مرتفع شوي، بدأت السيارة تنزل، بدأت ترتخي رجل الوالد الله يرحمه بعد ما ضربت الطلقة، بدأت السيارة يعني تنزل من نفسها. فالولد فتح الباب وطب، شاف الدمان يا عمو، الدم كان يسقط من رأس الوالد. فالولد بدأ يركض يعني، استخف شوي الولد، بدأ يركض بهالمزرعة ذي يعني. فمع ركضه ودورانه بهالمزرعة ما يدري وين يروح، صغير ولد يعني عمره 8 سنوات، إلا حصل ناس مصيدين وجالسين لهم بضلال أثله يفطرون، مثل كما كانت حكاية الوالد أول سابقا. راح الولد يصيح لأمهم، قال أبوي أبوي أبوي، ما أدري وش القصة، ما يقدر يعبر عن الموضوع تعبير كامل، بس قال أبوي أبوي أبوي. طبعا ذولا مشوا الولد يصيح ومختبر وليد ذا، قال وش القصة، قال أبوي هناك أبوي هناك وبس. فركبوه معهم جزاهم الله خير، ونقول الله يوفقهم ويجعلهم موازين حسناتهم الآن. فراح ودلهم على الموتر، يوم جاءوا لقوا الوالد الله يرحمه متوفي بسيارة بعد الطلقة اللي حصلت له من بسبب التهاون في بارود الصيد، يا أما أن يكون يحط فيها رصاص ويخليها بالسيارة، أو يصير ما فيها تيماتيك اللي يقفلها. فهذه يعني من أسباب الحاجات التي تؤدي إلى الموت. فجاءت الجهات الرسمية وكذا واتخذوا الإجراءات اللازمة، والله يرحم نقول ويغفر له، هذا اللي مكتوب له يعني، عاشق الصيد من صغره وما يعني إلى أنه بعمره كبير، وهو يوميا يطلع يبحث عن الصيد، وصارت نهايته بالصيد بالصيد. فهذه قلنا القصة عبرة للأخوان اللي صيدون، انتبه يا أخي، لا تحط رصاص بالبارود وهي بالسيارة أبدا، لا شفت الطير حط الرصاصة، ولا شفت الطير أنه طار من مكانه ما استخدمت الرصاصة طلع الرصاصة من البارود، ولا تحطها ولا تخليها تواه بعد شوي يمكن أقال يطير، لا أبدا، لا تهاون بالأمور هذه، ترى الأمور خطيرة جدا، أو أنه يكون ما فيها تيماتيك أو يكون إبرتها طويلة. فحبيت يعني الرجال اللي قص القصة الأولانية شجعني اني ما كنت اقول، ما ودي كنت اقولها، لكن شجعني اني اقول هذه القصة اللي شاهدتها بنفسي او حدثت عن الوالد الله يرحمه ويغفر له ووالديكم ووالدي المسلمين اجمعين، عبرة الحقيقة، نبيها عبرة، نبيها عبرة، وان الله يدعو لنا ويدعو للوالد لاننا عملنا هذا الفيديو حبا فيهم، ونتمنى لهم السلامة الدائمة، وأنهم يأخذون احتياطهم، وبعد أن حصل تركوا الصيد والتجأوا إلى الحمد لله والشكر البديل أنه موجود الآن في رقة الحمام، أزين لهم وأحسن لهم، والمحافظة على البيئة والمحافظة على هذه الطيور الجميلة التي نحاربها يعني ونقضي عليها، وبعدين تشرد عن بلدنا. نتمنى للجميع إن شاء الله السلامة في رحلاتهم، والله يحفظهم ويحفظ المسلمين أجمعين.